يا جماعة جبناها جاهزة من مستلزمات الحلواني، بتحطيها في كيس حلواني وتشتغلي بالقمع. القمع ده رقمه 2D. هعمل زي دايرة في النص واقفل عليها بالسابليه. ده السابليه اللي عملناه، اللي حطينا فيه النسكافيه ولا قهوة سريعة الذوبان. على فكرة كل واحد منهم كان ليه طعم، يعني فعلا فكرة انك تضيفي للعجينة مجرد معلقة كاكاو او رشة نسكافيه بتغير الطعم خالص. وكمان بقى مع الحشوات، يعني لو انت عملتيه جزء فيه شوكولاته، جزء فيه مربى حليب، جزء فيه زبده لوتس، كل ده بيديكي نكهات مختلفه.